طالعين في بر خلي ما فيها حد. الو شباب ما شاء الله بيض الله يجيهم. والله واجهنا حفرة هناك كانت جدا جميلة بس يعني الحمد لله. قبل ما ندخل بسوي تست خلنا اوريكم. يلا انا جاهزة. خلاص كذا الحين بيسحب هنا. خلاص تطلع النتيجة. خلاص كذا نيجاتيف وضع نفس السليم. جايب لكم شيء؟ طيب انا موجود اليوم عشان باخذ الاشياء. انا موجود اليوم في مزرعة انتاج زين. ابدأ واتكلم معكم من البيضة الى الدجاجة. كيف توصلنا الدجاجة في البيت؟ شلون وكيف؟ انا جاي لكم من البيض. من البيض يعني من يوم الجنين زين الى ان توصلك الباب بيتك. من السوبر ماركت الى بيتك بتشوف كل شيء. تغطية كاملة للإنتاج. مرة مهم ولازم تعرفونه عن البيض. أنا اليوم عرفته ما كنت أعرف عنه أبدا. البيض أنواع. في بيض خاص للمزارع، بيض ملقح، وفي بيض خاص للأكل، بيض للطعام فقط. البيض الملقح اللي زي هذا الآن، هذا بيض فيه صوص، فيه صوص جوا ملقح زين. عشان كذا بنمر على الحاضنات، بنمر بنوريكم الفقاسات، بنوريكم كل شيء في البيض هذا. اما بيض الطعام فهو بيض شيء ثاني. فانا قلت لكم هذه النصيحه في البدايه عشان تعرفون ان البيض انواع. عشان اذا جيت تكسر البيضه ما تقول فيها صوص، ترى لا، البيض اللي يوصلك لبيتك بيض الطعام هو بيض اكل فقط، يعني ما يكون في جواته جنين ابدا. طبعا هذا الرجال هو جايب اللي هو البيض الملقح. باقي الحين بناخذكم زياره بعد البيض حق المائده. طبعا ما شاء الله تبارك الله عندي انتاج سواء بيض الملقح ولا البيض حق المائده، فباخذكم تور كامل عند انتاج. طبعا انا الان موجود عند الحاضنه. الحاضنه هذه اوه طفتني. هذه الحاضنه اللي انا موجود فيها، هذه البيضه اذا جت تحت بطن الام بالعربي. شفتوا شلون سبحان الله البيضة إذا جت تحت بطن الأم تحت بطن الدجاجة تبدأ تقلبها. شوفوا كيف حاطينها بالشكل هذا، بين فترة وفترة تتقلب يصير الشكل هذا، يصير عمودي بالشكل هذا. عشان البيض يحتاج درجة حرارة معينة هم حاطينه في درجة حرارة معينة. أول ما افتح هذا، أول ما افتحه طلعت الحرارة غير طبيعية. قايسين درجة الحرارة نفسها حقت البيضة اللي تحتاجها تحت بطن الدجاجة نفس درجة حرارة الخازنة هذه. مهتمين بدقة التفاصيل. طبعا انا موجود وين؟ تعرفين في انتاج. هنا تقريبا الان هذا مفقس. شايفين؟ لازم اقربكم مرة بزيادة عشان تشوفونه كله واضحة. شايفين؟ هذا الان فقس تقريبا كذا يعني جاهز. هنا هذا اللاين توها طالع الصفات. شايفين؟ قشر القشر نفسه حق البيت توها طالعة صوصات من الفقاسات اللي صورتها لكم. ماشي في اللاين هذا بيسوون عليه، بيسوون عليه فرز تطعيم، ينتبهون لصحته، افضل صوص يشيلون على اليمين ويخلون فرز كامل. خلينا نمسككم صوص واحد. هنا يسوون له فرز كامل، يسوون فرز كامل على الصوص. خليني برجع عشان ما توهق. خليني اكمل معكم. اللي انت شايفينه الان هذا مكان التطعيم، زي تطعيم الاطفال اول ما يولدون عشان ينتبهون لصحتهم. منتبهين كل شيء.
باقي لنا مرحله ثانيه بصورها لك بعد ابو يجيك تشوفونها. احلين هم شوف شوف يا حليله يا حليله. طبعا المرحله هذه اللي احنا فيها مثل ما قلت لكم هذه مرحله التطعيم عشان ينتبهون للصوص هذا عشان ينتبهوا له. طبعا هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله خلاص طلعوا البيض وكل شيء تغسيل وتنظيف في المكان كامل. شوف شوف ما شاء الله قاعد يلمع كذا. تقريبا خلصنا اغلب البروسيس اللي انتم شايفينه الان. شوف التريلا هذه شايله 40,000 صوص وطالع زين. بس بقول لكم شيء، في المصنع هذا اللي انتم شفتوه اللي تابع الانتاج هذا يطلع اسبوعيا 2,000,000 صوص. هذا اذا قلت لكم الامان الغذائي. شايفين عندي هنا تريلة انتاج تونا داخلين المزرعة. هذه المزرعة مزرعة ثانية طبعا. نروح نوريك حظاير الدجاج نفسه. طبعا انا عندي هنا المهندس الفنان البرازيلي. Can you please say your name? My name is Tiago. Tiago. Yes. From Brazil, huh? From Brazil, yes. Okay, nice to meet you, Tiago. It's my pleasure. Where are we going now, Tiago? Now we are going to follow the harvest in Alher One, one of the farms that belong to the Alher farm, the entire Alher farm. Okay. معناته احنا الحين طالعين. شوفوا هذه التريلا زين. تريلا انتاج طالعين لمكان اللي هو الدجاج نفسه. خلنا نشوف الآن يشيل البوكسات الفاضية هذه يجهزها هنا ينزلها. بعدها البوكسات هذه بتمليها الآلة هذه الدجاج كامل. خلونا أوريكم الآن الآلة هذه ايش تسوي بالضبط. وهم فاتحين الباب الآن. خلوا عادي أدخلكم، أخلي الآلة تدخل جوا وأصور لكم واحدة من عينات الدجاج. How old she؟ شو أنا قاعد أسوي حركة الصقر ذي. How old 28 days. عمرها 28 يوم. شايفين 28 يوم. فأنا قلت أصوركم واحدة بس كذا عينة واضحة طبعا. غير ما شاء الله تبارك الله الكمية الموجودة. شايفين الكمية هذه كلها. هذه تسمى عملية الحصاد. أنا وريتكم من البيضة إلى أنه وصل للعمر هذا. هذا العمر 28 يوم. 28 يوم هذا عمره الآن. فبيأخذون الآن على طول على التريلات. شايفين بيشغلون الماكينة الآن وبيشيلونها كلها. بيبدون تشغيل الماكينة الآن. الطريقة هذه تأخذها المشين تشيلها تمشي على السير. شايفين السير هذا تمشي عليه بعدين على طول على البوكسات. تنزل على طول على البوكسات. يبدون يعبون بوكس بوكس واحد واحد. بعد ما تخلص البوكسات هذه يجيبون بوكسات ثانية. وعلى هالحال إلى أن تخلص الحظيرة كاملة. كاملة تخلص. شايفين؟